بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة اشتقت لكم أعزائي المشاهدين. للأسف انذار جديد، طبعاً كان عندي انذار من أسبوعين وهذا انذار ثاني، نفس السيناريو قاعد يتكرر معاي أعزائي المشاهدين، اللي حدث معاي في قناة المجتمع واحد قاعد يتكرر الآن معاي في قناة المجتمع اثنين، للأسف ورا بعض ورا بعض، والله يستر من القادم. يعني الحرب شرسة وواضحة على إيش؟ على كلمة الحق. أنا قلت لكم وكررت دائما، والله لو الواحد يرقص، لو الواحد يكفر، لو الواحد يغني القرآن، يمسك القرآن ويغني ويسب الله، ما حد يمنعه ولا حد يحضره. لو دعاره ما حد يحضرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا الحرب شرسة على الإسلام. طبعا أنا كان عندي حظر لمدة أسبوع بسبب المقطع اللي سويته عن الفراعنة. سبحان الله، هذا نظام السيسي والله مش قادر يستحمل كلمة من القنوات اللي موجودة في تركيا. يعني همه بس همه أن يا تركيا أخلقوا القنوات. شوفوا شون هذول للأسف أعداء الله ورسوله، يخافون من كلمة، يخافون من حرف. حسبي الله ونعم الوكيل. طلب خاص قبل ما أبدأ، أحداث كثيرة مرت وإن شاء الله أحداث جديدة راح أتكلم عنها. أرجوكم إخواني الأفاضل، راح تجدون رابط قناة المجتمع الاحتياطي، قناة أنشأت اليوم، وراح تجدون الرابط في أول تعليق مثبت راح أثبته. أرجوكم تشتركون، والله تعبتكم معي، تعبتكم معي، لكن يعني أنا ما طالب شيء إلا الدعم المعنوي. الآن كلمة الحق قاعدين يحاربونها. أرجوكم نشترك في قناة المجتمع الاحتياطية. لا قدر الله، لا قدر الله حذفت هذه القناة، أروح هناك إن شاء الله وأستمر في المقاطع في قناة المجتمع الاحتياطية. كذلك والله رسالة وطلب حار، وهذه ثاني مرة أنا أوجه هذا النداء. الشباب جزاكم الله خير اللي أنشأوا قنوات باسم قناة المجتمع، اللي منشأ قناة 3 و5 و10 قنوات كثير، جزاكم الله خير. أرجوكم غيروا الاسم، حط يا أخي أي اسم، أنت ابدع، خل عندك ابدع، فيديوهاتي حلال عليك، لكن ابدع، غير العنوان عشان تجيب مشاهدات أكثر. حط يا أخي أي عنوان ثاني، أنصار الإسلام، أنصار الحق، حط أي شيء، مو لازم يعني اللي أنا أقول لك. لكن أنت لما تحط قناة المجتمع 3 و4 أنت كأنك تمثلني أنا وتضيع الجمهور. أنا بكرة إذا حذفت ولا صارت فيني مشكلة، الجمهور يبي يبحث عني راح يضيع. فأرجوكم يا من أنشأ قنوات باسم قناة المجتمع، أرجوكم غير الاسم. وأنا أقول لكم ما عندي أي قناة إلا قناة المجتمع اللي حذفت، قناة المجتمع 2، والآن هذه قناة المجتمع الاحتياطي، وراح أحط لكم الرابط. كذلك أنا حاب أن أنا أبلغكم أني أنا شغال على إنشاء موقع لقناة المجتمع. هذه الفكرة موجودة عندي من 2 أو 3 بسبب الإنذارات والحذف لليوتيوب. صراحة يعني اليوتيوب قاعد يتحكم فينا، فيعني ولكن أنا والله تأخذت بسبب، يعني أعترف لكم، الواحد إمكانيات ضعيفة، إمكانياتي المادية ضعيفة أخوي إخواني الأفاضل. فإن شاء الله في طور أني أنا أنشئ قناة المجتمع، واحتمال أن يكون تطبيق وقناة المجتمع ينزل على الموبايل، لجل أن نحارب الأنجاز أعداء الله ورسوله حرب حقيقية. أنا وراكم وراكم بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله في هذا الموقع ما حد راح يسكتنا ولا حد راح يمنعنا ولا حد راح يحذف لنا فيديو. فأرجو دعمكم ووقفتكم معانا. إن شاء الله إذا أعلنت عنه بالاشتراك في هذا الموقع، نبي هذا الموقع يكون فعلا رقم واحد في إيش، في نصرة الإسلام إخواني الأفاضل. أنا تعبتكم معاي وايد، جزاكم الله خير على وقفتكم. أرجوكم رجاء من أخوكم أنكم أنتم تشتركون في قناة المجتمع الاحتياطية. الرابط موجود الآن، وإن شاء الله راح أتحدث في ابتداء من اليوم وبكرة، راح أستمر يعني في قناة المجتمع 2، ولكن تحسبا لأي خيانة راح أنتقل إلى قناة المجتمع الاحتياطية. ويعطيكم الصحة والعافية.